كيف كانت بداية التفريغ عندكم يا شيخ سالم؟ بدايتي للتفريغ عن سمح الله كانت مفاجئة. أيوه. أنا كان عندي صديق. نعم. كان في الجامعة وكان يشتغل على بيع الأشرطة. تمام. هذا في القديم الكاسيت. هذا نعم في الكاسيت قبل. نعم. كان عنده سلسلة كتاب التوحيد للشيخ صالح الشيخ. ما شاء الله. أظن أنت لكم عناية خاصة بتفريغات الشيخ صالح. نعم. الله يحفظه. أنا كنت ناوي أني أشتريها لأنه ما اشتراها من ولا أحد. ها سبحان الله. عنده. ها في الجزائر. هذا في الجزائر. طورت عنده وقلت أنا أشتريها عليه. تمام. ولا ما عندي علاقة لا بتفريغات ولا بشروح ولا بدروس. أصلاً أدرس في الجامعة في ذلك الوقت. أدرس بكالوريوس رياضيات. تمام. أنا أخذت الأشرطة هذه بما أني اشتريتها. أريد أن أسمعها. تمام. بديت أسمعها وجدت علم يعني ما سمعته من قبل. ما شاء الله. قلت هذا أحسن شيء أني أفرغه. طيب. أنا كان فيه طلبة في الثانوي كنت أدرسهم دروس خاصة. نعم. لكن كنا نعمل جلسة لندرس فيها أمور دينية. أدرسهم رياضيات دروس خاصة رياضيات. لكن ما شاء الله. ها وأنت تخصصك رياضيات أصلا. رياضيات. أي نعم. أقترحت عليهم قلت لهم إيش رأيكم لو أعطيكم كل واحد شريط. إيه. يفرغوا له هو وبعدين يعطينا ايش الفائده اللي استقاها من ذلك الشيء. ما شاء الله. هذا من اول شيء وانت عمل منظم يعني هذه البدايه تعاوني. بدوا كل واحد اخذ شريط. بعضهم ما استطاع يفرغ. اظن بقوا ثلاثه فقط فرغوا. ما شاء الله. وانا فرغت ايضا معهم شريط. نعم. خلاص اخذت اشرطتهم ما وجدت من يكملها. بديت انا اريد ان اكمل الشرح كله. لكن الشيخ كان يتكلم على ثلاثة الأصول، يتكلم على لمعة الاعتقاد كذا، وجدت أني ما أفهم ماذا يقول في كتاب التوحيد. يجب أن أرجع أولا إلى ثلاثة الأصول. هذا هو التدرج إذن. رجعت إلى ثلاثة الأصول. يعني يا شيخ سالم لو من قبل كان هناك من أرشدك أنه لابد تبدأ بالأصول الثلاثة ثم القواعد مثلا ثم بعد هذا كتاب التوحيد كان اختصر عليك شرطا كبيرا. نعم. بدأت في ثلاث الأصول وأيضاً بثلاث الأصول الشيخ صالح الشيخ كانت أكبر من مستواي ما استطعت أن أكملها. رجعت إلى لمعة الاعتقاد. وفي ذلك الوقت ما كان في كمبيوتر. كنت تكتب على أوراق من الكاسات على في كراسات ولحد لاني موجود عندي. بس الكراسات أنا أشوف الكراسات عندكم يعني لا تقرأ في الغالب لا أدري لماذا يعني. نحن نقرأها يعني. أنت تقرأ لك نحن ما نقرأ. الإسلام رحمه الله كان خطه يقرأه. الله المستعان. لأنه نسرع نحن في الكتابة. تسرع. نسرع في الكتابة. كملت أول تفريغ كملته كاملا هو لمعة الاعتقاد. ما شاء الله. وبعدها ثلاث أصول. أي نعم. وبعدها رجعت إلى كتاب التوحيد وأكملته. وطبعا مع الممارسة تكون التفريغ أسهل. بدأ شوي فبدأت شوي أسرع لكن بعدها ظهر الكمبيوتر. أي نعم. الآن هو الأحسن الآن يتكلم على طريقة الكمبيوتر لأن هي الآن الغالبة. ما شاء الله. الآن الكمبيوتر يحتاج إلى ثلاث أشياء. أول شيء هو الجهاز أو البرنامج الصوتي. البرنامج الصوتي اللي فيه صوت الشيخ. صوت الشيخ هذا يجب أن نختاره بعناية. لماذا؟ لأنه فيه البرامج نحتاجه بكبسة واحدة يتوقف. نعم. ما نحتاج لأنه كبستين ولا اثنين هذه تضيع الوقت. تأخذ وقت. لأنه مثلا نحن تقول إيش هي ما مثلا ما تحتاج وقت لكنها أنت حتكررها ملايين المرات. الله المستعان. أيضا الشيخ الآن في بعض المشايخ أصواتهم صعبة للتفريغ وبعضهم سهل. صحيح. هذا صوت الشيخ نتحكم فيه لأنه الآن أنا مثلا لما أبدأ في الجهاز ممكن تتحكم. أيوه نتحكم في الصوت. أنا الآن مثلا أضعه مثلا 70%. نعم. ما أضعه هو الأصل 100%. السرعة الصوت. نعم. أضعه 70%. بعضهم مثلا 70% أستطيع أفرغ معه عادي. نعم بسرعة. بسرعة هو يتكلم وأنا وأنت تفرغ. الآن مثلا الشيخ صالح الشيخ لو يكون مثلا 60%. أيوه. أفرغ معه عادي. ما شاء الله. لكن من الميزة التي يجب أن يركز عليها الذي يفرغ أنه إذا أخطأ في كلمة لا يتوقف. يمشي. يمشي يكمل. نعم. لأنه نكمل التفريغ كامل. وبعدين يراجع الأخطاء. وبعدها يرجع يراجع الأخطاء ومعها علامة الترقيم. تمام. وأيضا لا يخرج الآيات إذا يريد أنه يجعلها بالرسم العثماني. نعم جيدها لازم أحسن حتى ما يكون فيها خطأ. نعم وهذا التكرار يعني ما شاء الله الإنسان يفرغها أول مرة يراجعها من أجل علامة الترقيم. نعم. ثم يراجعها مرة أخرى بعد علامة الترقيم حتى يصح هل فيها أشياء أخرى تحتاج إلى شكل ولا شيء.
هذه فقط هذا تكرار للدرس ثلاث مرات. ما شاء الله هذا يطلع صالح على الشيخ ثاني. هذا ما شاء الله يعني. ها؟ صدق والله. نعم. أي والله يطلع صالح على الشيخ ثاني عندنا. الآن عنده مفرغة مكتوبة في الورد، خلاص الآن يستطيع أن يلخصها إذا أراد أن يلخصها. التلخيص يصبح سهل لأنه حيأخذ منها مقاطع. نعم. يجعلها ملخص له. هذا يعني حيستفيد ويكتب ويربح أيضا وقت. ما شاء الله. طيب.